أنا أتحدث الآن نعم. على أن كل هذا ما ذكرته، هذه الرواية التي توثقها الآن، نعم. هي رواية أن هناك اختلاف حدث ما بين الأشقاء الثلاثة الذين بشكل أو بآخر كانوا كلهم مدعومين أمريكيا من أجل خطة أمريكية، نعم. ولكن ما تريده الأمريكا فقط هو إضعاف الجيش السوداني أو تفكيك الجيش لا لا السوداني. لا يعني هل الموارد في السودان لها حديث؟ هل تقسيم السودان لها حديث؟ هل الضغط على مصر لها حديث؟ منابع النيل، نعم كل هذه الأشياء هل هي موجودة في الخطة الأمريكية؟ نعم نعم الأمريكا في السودان دي الخطة الآنية أو ده الخطة الموجودة الآن. لكن الخطة الأمريكية مناسبة، يعني واحدة من الأشياء اللي احنا كنا كان ممكن نتكلم عنها في بداية هذه الحلقة، لكن ما في داعي، ما في يعني ما في ما يمنع أنا أقول الآن. بالمناسبة الوضع بتاع السودان سواء كان وضع استراتيجي والموقع بتاعه في القرن الأفريقي أو مصدر الثروات الموجودة في داخل السودان سواء كان في باطن الأرض أو على سطح الأرض، بالإضافة للمياه، بالإضافة لكبر المساحة اللي كانت أكثر من 1,000,000 مربع قبل انفصال الجنوب، كان تالي الدولة من حيث المساحة على مستوى أفريقيا عفوا. وينظر لها العالم كله بهذا المنظار، إذا كان الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي أو إذا كان هذه الموارد. وبالمناسبة هو محط للقوة الكبرى منذ أن نشأ الصراع بتاع القوة الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، واللي سنة 45، والصراع بدأ سنة 47. يعني 45 الخمسة الكبار عندما انتهت الحرب العالمية الثانية ووضعوا الأمم المتحدة، بعد سنتين حصل الخلاف 47 بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة. لكن قبل هذا التاريخ بالمناسبة كان السودان محل اهتمام ومحط لهذه القوة. أقول ليك برضو بعض الأمثلة، يعني تتصور أنه في 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 عبود اللي هو كان أول تولى الحكومة الثانية بعد الاستغلال سنة 56، كان استغلال السودان 58، عبود تولى السلطة، ودي يمكن برضو بعدين نتكلم عنها في النزاع بتاع القوة السياسية ومدى تأثيره واستخدامه للجيش. فعبود كان بالمناسبة زار روسيا في نهاية الخمسينات 1950 القرن العشرين، وكان احتفاء محل احتفاء من نيكولاي بودوغورني اللي هو كان في الوقت ذاك رئيس الاتحاد السوفيتي. ما يتخيل قدر شنو كمية الاتفاقات التي اتعملت. عشان ما شتت الحكاية بس أوقف لك بعض الفقرات فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي. في سنة يعني سنة 69 عندما استولى النميري على السلطة وكان بدعم من قوى اليسار، وبالذات الدعم الأساسي كان في هذه المسألة وراها الحزب الشيوعي، وبالتالي كان الحضور السوفيتي ما تتخيل بصورة قدر شنو في ذلك الوقت، والدعم كان موجود للوقت ذاك، وانحياز السودان بصورة كاملة للدول الشرقية. وعندما حصلت المفاصلة بين نيميري، وده الكلام اللي قلت لك قبل، أي قوة عقائدية لو جابت ليها في النهاية الجيش بينقلب على القوة العقائدية. سنة 70 انقلب نيميري على القوة على الشيوعيين وانتهى من الشيوعيين واتقلب تماما في اتجاه الولايات المتحدة، ودي بعدين برضه بتكلم لك في الدور بتاع الولايات المتحدة، لكن امشي لك في الدور بتاع الاتحاد السوفيتي. فبعد الفترة بتاعت النيميري انتهت كلها، جات الفترة بتاعت الصادق المهدي، ما كانت لها طعم لها ولا رائحة، وهي كلها كانت ظنها عبارة عن سنتين، الفترة بتاع الديمقراطية اللي هي من 87 افتكر أو 86 لحد 89 الانقلاب بتاع الإنغاز. في فترة الإنغاز كان هو التعامل الحقيقي مع السوفيت، بالذات بعد ما يعني استبانت الوجهة بتاعت الجهة التي تحكم في السودان. حاول طبعا حركة الإسلامية في البداية أن تتخفي نفسها، وما يعني لكنهم ما قدروا يصبروا على المسألة دي كثير، ويتكشفوا العالم كله بقى عارفهم، فبالتالي أمريكا أصبحت عندها موقف سالب منهم، فبالتالي ما كان عندهم طريقة إلا أنهم يعمعوا علاقاتهم مع الاتحاد السوفيتي. مش تعميق، معظم الزيارات في فترة الإنغاز التي مشت وختمها في النهاية البشير كانت عبارة عن وزراء الدفاع. الجيش السوداني بالكامل هو عبارة عن تأهيل وتكوين من السيخوي لآخر للكلاشينكوف اللي هو أحدث وحدة، كلها عبارة عن أسلحة روسية. والاتفاق الأخير في الزيارة الأخيرة بتاعت البشير لموسكو كانت هي فيها الوعود بتاع التوقيع على اتفاقية
ال 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 اسمها شنو ال توقيع الاتفاقية لقاعدة عسكرية في البحر الأحمر للبحر الأحمر في 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 السودان. ده الاتحاد السوفيتي. بالنسبة للولايات المتحدة عشان نمشي بنفس الصورة وريك المسألة هي أصلا عبارة عن صراع بتاع قوة كلها في السودان على مصالح السودان. وعلى في زمن في 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 في, في الستينات واللي هي الفترة التي يعني بعدها يعني عبود واللي هو 58 استولى على السلطة. في نفس الفترة كان عبود زار الولايات المتحدة وما تتخيل شكل الاحتفاء الذي كان قوبل به الفريق إبراهيم عبود في الولايات المتحدة. وده كان في زمن الرئيس جون كينيدي اللي هو توفى أو تم اغتياله سنة 64. وكان في الزمن ذاك اللي هو كلام أصبح تم توقيع ما يسمى باسم المعونة الأمريكية للسودان. وده زي ما قلت لك بدأ الصراع اللي هو سنة 47 بين القوتين العظميين الاتحاد السوفيتي. وبالتالي بدأ هذا الصراع حكومة محايدة عسكرية فبالتالي كل طرف يطمع في أنه يميلة. كانت المعونة الأمريكية للسودان واللي هي دي كانت يعني بدأ في إنفاذها وبدأ في من ضمنها إنفاذ بعض الطرق في طريق إلى الآن يسمى باسم طريق المعونة واللي هو ما يخرج من الخرطوم وماشي في اتجاه الشمال في اتجاه شندي بيسمى اسمه طريق المعونة الأمريكية. وكان اليساريين في الوقت ده كان عندهم صوت عالي جدا كحركة سياسية ناشطة على الرغم من عضويتهم المحدودة لكن كان تأثيرهم كبير. فكان قلبوا بصورة كبيرة جدا الوضع بعدم قبول هذه المعونة. وكانت واحدة من الأسباب التي استخدمت في إسقاط نظام عبود سنة 64. شايف بعد الفترة بتاعت الديمقراطية الثانية يعني يعني ما كان برضو في فترة الديمقراطية يعني وجود كبير أو على تأثير كبير. وده يوريك التعامل بتاع الولايات المتحدة وكذبة كيف في حكاية التعامل مع الأنظمة الديمقراطية ودعم الأنظمة الديمقراطية. النميري زي ما قلت لك قبل شوية عندما كان شيوعي وينقلب بعد 70 وقع بصورة كاملة في حضانة الولايات المتحدة. ومن ضمن المسائل الكبيرة جدا العمل النميري ما يعرف باسم مناورات النجم الساطع. ودي عبارة عن مناورات افتكر بدت من 2012 ولا حاجة من قديم الزمان يعني. واظنها المرة الـ 12 كانت اظنها 21 ولا حاجة بشكل ده. فهي بتضم مصر بتضم الأردن ومهم مجموعة من الدول الموجودة في المنطقة. فكان نميري شاركت القوات السودانية في مناورات النجم الساطع. وبالتالي أصبح النميري من أكبر التابعين للولايات المتحدة. وكانت نتيجة ذلك اللي هو أقنع النميري بترحيل اليهود الفلاشة من السودان إلى إسرائيل. شايف؟ ونسيت أقول لك معلومة قبل عبود كان بالمناسبة نائب الرئيس الأمريكي نيكسون كان زار السودان في ذلك التاريخ اللي هو في الخمسينات. وفي قبل سقوط نميري بشوية كان الرئيس بوش الأب كذلك اللي هو كان نائب رئيس وزار السودان. زي ما قلت لك طورة العلاقات بين الولايات المتحدة كانت توجد بترحيل اليهود الفلاشة. لكنه بعدها النميري لم يبقى كثيرا في المخ بعد الجية بتاعت جورج بوش دي. وكانت هي أصلا نتيجة لإعلان النميري لتطبيق الشريعة الإسلامية. فكانت جات وفي الوقت ده كان أظن النميري يعني أصيب ببعض الوعكات كده وسافر الولايات المتحدة. وكانت السفرة الأخيرة التي أدت لنهاية سقاط النميري بال 85 اللي هو بالثورة الشعبية سارت عليه. جاء بعد كده الزمن بتاع الإنغاز. في البداية ما كان الإنغاز بالنسبة للولايات المتحدة واضحة لكنها بمجرد ما ظهرت في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوجود طوالي كان العداء بين الولايات المتحدة. وبالتالي ما كان للإنغاز من خيار إلا إنها تفتش عن بدول عن بدائل ووجدت في الاتحاد السوفيتي والصين حضن واسع.